حيث أصدرت مجالس الشورى بالمنطقة الغربية جبلا وساحلا بيانا حول آخر التطورات في ليبيا. بيان مجلس الشورى بالمنطقة الغربية جبلا وساحلا حول الأحداث الأخيرة. إلى شعبنا الكريم، لقد أدركت مجالس الشورى بالمنطقة الغربية تطورات الأحداث على الساحة وخطورتها على أمن وسلامة الحياة المدنية والاجتماعية واستقرارها حين تنادت جبلا وساحلا واجتمعت على ضرورة تأمين المنطقة وتجنبها مخاطر الأطماع الرخيصة وويلات الحروب المدمرة، وأخطرت في بيان واضح وصريح كل الذين يبيتون النوايا السوداء قلقلت وزعزعت أمن المنطقة، وحذرت من ذلك على لسان وفد انبثق على المنطقة الأول من أكتوبر بالزاوية. ومع كل ذلك يأبى المتنكرون للوطن إلا الاستمرار في عدوانهم وتلبية طموحاتهم الهادرة لقيم الوطن واللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي، وتغولت على الأبرياء والآمنين ضربا وتدميرا وتقتيلا. كأن المعتدين بذلك في كوكب آخر يريدون تدمير كل شيء وتخريب كل شيء وتمزيق كل شيء لتنفيذ رغبات خاصة وتحقيق طموحات هدامة. إن مجالس الشورى تستنكر وبشدة هذا التغول والعدوان على أمن المنطقة وجرها إلى حرب، وقودها شباب وشيوخ وأبرياء وعمران ولحمة وطنية تمزق. ومجالس الشورى تدرك جيدا المتسببين في كل ذلك، إنهم المرتدون عن ثورة 17 فبراير المجيدة وأهدافها النبيلة، والحالمون بعودة النظام المنهار، المتسترون وراء شعارات مكشوفة تحاول طمس الحقائق وقلبها وإيهام الداخل الليبي إنهم أبرياء من كل ما يرتكبون. إن مجالس الشورى في المنطقة الغربية تدرك بوعيها حقائق الأشياء وليست بحاجة لعنعنات ما يسمى بمجلس الأعيان وغيره. ومجالس الشورى بالمنطقة تؤكد على ضرورة العمل الثوري في فجر ليبيا وتنفيذا لبيانها الذي طالب بالعمل لأجل رد العدوان عن المنطقة لتحقيق أمنها واستقرارها ومعاقبة الذين باغثوا قلعة ككل الثورة وقتلوا أبريائها وشرفائها وهم آمنون في ديارهم. لقد وضحت النوايا وسقطت الأقنعة، وليس للفجر إلا أن يسطع وللثور إلا أن تنتصر بعون الله تعالى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر في الزاوية يوم 14 أكتوبر سنة 2014 مجلس الشورى المنطقة الغربية جبلا وساحلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعما لإخوانهم النازحين والمتضررين من سكان مدينة كيكلا، سير أهالي سوق الجمعة قافلة إغاثة تحوي مواد غذائية وحليب أطفال وأدوية وكذلك أغطية وملابس إلى مدينة غريان. مصادر مسؤولة في هذا